الواعدة. إذن الوفد الإماراتي يصل إلى أرض المطار، وفي استقباله نائب أمير منطقة الرياض، فبعد الترحيب به يتوجهان إلى صالة الاستقبال بالمطار. إذن الوفد الممثل للإمارات العربية المتحدة، الممثل للشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات، يصل إلى أرض المطار ويصافح مجموعة من المسؤولين والدبلوماسيين السعوديين والإماراتيين، متوجها إلى صالة الاستقبال استعدادا للمشاركة في تلك القمم وتمثيل دور الإمارات الخليجي والعربي كشريك وحليف لكافة الدول العربية في هذه القمم، وفي رسم تلك الخطى المستقبلية اقتصاديا واستراتيجيا مع الصين، بما يعود بالمنفعة على تلك البلدان وشعوبها. إذن أحلام منعقدة على مخرجات تلك القمة، تلمسنا تلك الأحلام في مخرجات القمة السعودية الصينية، والتي رسمت خطوات واعدة في المستقبل بين البلدين تدعو